السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي إخواني محبي ومتتبعي ومشجعي ومدعمي قناة فتي حسن تيرف، تبارك الله عليكم، نهاركم مبروك، ونتمنى أن نهاية الأسبوع تكون موفقة إن شاء الله. كديرين نتوما؟ كل شي بخير، جو زوين اليوم، جو معتبر رائع في الحقيقة، والله العظيم شحال هذا باش نبحل كيف ما كتشوفوا. خوتي خرجت باش ندير هاد الفيديو معكم، وما يبطلوا تشوفوا هذا المنظر الجميل معايا، وفي نفس الوقت نقول لكم عندك شي واحد يقول لي ما توشاش لاكيس، اللي ما توشاش لاكيس اليوم غادي نتقلق عليه. التحليل ديالنا كان جد 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 ممتاز اليوم، يعني الصراحة هي هذه كان في المستوى اللي طروا برومي كانت عندكم فيهم ان بون باز داك الكاتورز، بزاف الناس كانوا خايفين منه، حطينا احنا اونطيت في لا سيليكسيون، مي دوماج جا كاتريام. الواحد جا تروازيام، كنا كنتمنوا انه يكون دوزيام او لا اونطيت. على التحليل كان جد مفيد جد معتبر، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا. البواط نوار كانت كذلك ممتازة، اعطتكم الواحد والثمانية، يعني اعطتكم الثمانية غير اللي ما بغاش يتخلص. الواحد جا تروازيام، خسارة داك التروا ديسكاليفيا، خسارة داك التروا ديسكاليفيا زعما الصراحة هي هادي. بالنسبة لا ديرنيير مينيت ديالنا عطيناكم الواحد جا تروازيام، تروا ديسكاليفيا، عطيناكم في لي سوبليمون 11 و 8، 11 و 8 طونسيون، سيتادير 11 جا كانيو هو لي كانا، الويت جا من موراه دوزيام. يا سلام، يعني اليوم لا ديرنيير مينيت ديالنا وما يتبعوها عطات 75%، الا ما نقول 90%، بويسك عطاتكم الواحد و 11 و 8. لا ديرنيير كذلك لا بواط نوار عطات الان والويت، داكشي كان معتبر، يعني الحمد لله حنايا فرحانين بهادشي اللي كنديروا اللي كنعطيو للاخوان ديالنا. اوني ساتيسفي زعما من لو طرافاي ديالنا، كنتمنوا انكم حتى نتوما تكونوا ساتيسفي وتقبلوا على هادشي اللي كنديروا، لان بارفو كنخيبو كيما قلت لكم، حنا بشر بارفو كنصيبو. المهم بالنسبة لزابوني ديالنا، واخا البركة كانت قليلة اليوم، يعني راهم اخوان اللي جرنا اللي درنا اليوم جوج ديال لي زيكس كالعادة، جوج دي زوردرات ولي بونيس. الاخوة اللي لعبنا اليوم باكس وحدة عندهم البونيس كات والبونيس الطروة هما اللي كاينين، علاش؟ لان دخلنا لهم الطروة في لاباس، دوماج. والاخوان الاخرين لا، الاخوان الاخرين ما دخلناش لهم الطروة في لاباس، درنا لهم اللعب اللي شتو عطيناكم في اللعب اللي عطيناكم في سميتو في لا سيليكسيون، درنا ال 14 درنا لهم 14 اكس 9 اكس، هادشي اللي درنا لهم. على ايين مهم، خداو لي ديزوردر، خداو لي بونيس كاتو لي بونيس تروان، نهار ما مشاش خاوي الحمد لله. والاخوان الاخرين اللي لعبنا لهم على حساب الميزانيه ديالهم باكس وحده، كنقول لهم دوماج دوماج ما خديتوش ديزوردر اليوم، خديتو غير لي بونيس مره اخرى ان شاء الله. دونك خوتي خواتاتي، هادشي علاش درنا هاد البتي فيديو، باش نكونوا معكم على اتصال ونقول لكم مستجدات. وفكرتوني في واحد القضيه غادي نقولها لكم،
وهي انني شنو قلت لكم لا في الفيديو ديال الليل ولا في الفيديو ديال اليوم، قلت لكم بان راه غادي الا كان داكشي اللي كنخدموا به كيهضر الحقيقه راه غادي يكون النوت سايدر من الدوزيام ليني غيكون ما بين 10 و15 في لاكوط ديالو. هادشي اللي كنا قلنا لكم، قلنا لكم البارح وقلنا لكم اليوم، قلنا لكم راه غيكون النوت سايدر اون تيت من الدوزيام ليني ومن ما بين 10 وما بين 15 في لاكوط ديالو. ايفيكتيفمون داكشي اللي كان واللي قلنا لكم هو اللي كان بحال البارح على السويفي عاوتاني. المهم الحمد لله بارفوا التخمينات ديالنا والمهم وداكشي علاش كنعتمدو كيصيب مزيان، يعني راه بحال بغيت تقول عطيناكم حنايا اليوم الاوردر اللي قلب عليه، راه قلنا لكم كون عطيناكم الساروت ديالو غير حنا قولي باش غادي نديرو 11 اون تيت، قلنا غادي نديرو 14 اون تيت دوماج. قلنا لكم السبعة والثمانية راه اما بجوج اما واحد اما حتى واحد، الثمانية حتى هو جا على عين. دخلت لعند الاخ الشنوري اليوم السي محمد رباطير، دخلت عندو لواحد اللايف قبل من الكورسة اللي رحب بيا، كنشكرو من هذا المنبر على الترحيب ديالو. سولني قال لي بن الاخوان باش تعاونهم وهذا وهذا، سولني على الكات، قلت له دي الكات مشكوك، يعني قلت له الكات مشكوك راه ماشي انكوسير زعما راه في الشك. قال لي ما بين 11 و 12، ما يمكنش باش نقول له 11 او نقول له 12 لان كاين تما اعتبارات. قلت له دير واحد فيهم، فعلا كان 11. دونك الحمد لله الامور دازت بخير وعلى خير، الاخوان ديالنا استفدوا، كنتمنى كذلك ان المتتبعين ديالنا حتى هما يكونوا استفدوا. وما تنساوش الله يجازيكم بخير خوتي الدعم ديالكم، ولي لايك لي لايك الله يحفظكم، دعمونا وديروا لا ديفيزيون القناه باش يزيدوا يتعرفوا عليها الناس. وبان لي بان تزادوا معنا شي اخوان اليوم جدادين في القناه، كنقول لهم مرحبا بكم في القناه ديالكم قناه فتيحة سانتير، في قناه الاصدقاء قناه الكل، فهي قناتكم، انا غير واحد منكم لا انا ولا ليكيب. كنشكر كذلك لي زابوني ديالنا خوتنا اللي معنا واللي كانوا معنا ووقفوا في الحجر وعاودوا رجعوا، كنقول لهم مرحبا بكم. كنشكر كاع الناس اللي كتتابع القناه ديالنا سواء من بعيد او من قريب. بالنسبه اللي بغيت ابونا راه بقى الباب مفتوح، مرحبا يحط لنا اي شخص يعني عنده الرغبه ميساج نعطيوه كيفيه الاتصال بالقناه. دونك خوتي خواتاتي تبارك الله عليكم، نهاركم مبروك والى اللقاء في الحلقه القادمه ان شاء الله، الكينتي القادم ان شاء الله. دونك تبارك الله عليكم، الله يوفقكم، الله يجيب التيسير، السلام عليكم.